وما زلنا في احتفالات أكتوبر وكلنا منتشيين بوجود الأبطال الحقيقيين اللي شرفونا. ما كنتش الحلقة يعني مكفياني للترحيب وللإجلال والاحترام لتضحيتهم لبلدنا مصر. وحنستمر النهاردة في مطبخ في أكلة مصرية. حاجة تشرف أن احنا نشوف الأبطال دي على علينا ونشوفهم قدامنا. يا سلام. وحاجة فعلا جميلة أن احنا ممكن حاجة ممكن نكون احنا ما عشناهاش، بس بذكرياتهم وبوجودهم بنعيشها، فبنقول لهم يعني تقديرا واحتراما ليهم. طبعا طبعا. شيف معتز، أكلة مصرية النهاردة ولا إيه؟ أكلة مصرية وشربة مغذية. يلا بينا. عندي حواوشي النهاردة بالجبنة، وعندي شوربة جزر بالطماطم، وهنشوف هنعملها إزاي. أكلتين سهلين مشاهدينا إن شاء الله تعجبهم، وفيها شوية تركيز كده بس حاجات بسيطة ما فيهاش تعقدات. هنستخدم إيه من أفانتي؟ هنستخدم جبنة السلايز، وهنستخدم سمنة أفانتي، وهنستخدم الجبنة السبريد. كل حاجة في حاجة. السمنة معايا أساسي. سمنة أساسي. هنشتغل بيها النهاردة، هنشوف هنشتغل بيها إزاي. أنا عندي دي هسخنها شوية كده، دي اللي هعمل فيها الشوربة. هنبدأ بالشوربة عشان نكمل مكوناتها، لأنها هتاخد وقتها في التسوية، وبعد كده نخش على الحواوشي. عقبال ما نكمل الحواوشي تكون إيه هي استوت. هي الحواوشي بالسهولة دي وما بتاخدش وقت يعني سريع. وهنوريهم إزاي يسووها في طاسة أو يسووها على الجريل معانا. يعني ممكن كده وممكن كده وممكن في الفرن كمان. بس احنا عايزين نوريهم ان ممكن يعني في اقل وقت ممكن القصه دي ان احنا نخلصها، لو انا ايه مستعجله، موظفه راجع من الشغل مش عارفه اعمل ايه، حاجات كده معينه ممكن حاجات سريعه. يلا احنا طيب. مقبلين على البرد وعلى موسم الشتاء، محتاجين الشوربه. بالظبط. شوربه الجزر بالطماطم. عندي البصل انا هنا مقطعه، اي تقطيع يعجبكم، لان كده كده هيتمكس في الاخر، يعني هيتطحن في الاخر بالهاند بلندر. فعندي البصله دي انا خليتها هنا من غير ماده دهنيه في الاول، عشان عايزها تاخد طبقه كده مع السخونيه بتاعه الحله التيفال بتاعتي. في الاخر هديها السمنه بتاعتي، خليها جنبي هنا تاخد شويه سخونيه. اوكي. تمام. وهنزل كمان معايا الثوم 3 فصوص او 4 فصوص. اوكي. نزلت الانجريدينتس لو عايز تقرا. عندي شوربة جزر بالطماطم، عندي جزر، طماطم، بصل، ملح، فلفل، ورق لوري، ومعايا جبنة شيدر السلايز، وعندي كريمة لباني، ومرقة هنشتغل بيها معمولة ببوكي جرني، فيها جزر، فيها طماطم، فيها بصل، فيها حبهان، فيها ورق لوري برضو. كل ده هيتخش في الميكس بتاعي. أنا هنزل بطاطس. البطاطس دي اختيارية، بس أنا بحطها في الشوربة بتاعتي عشان تربط معايا. تربط يعني إيه؟ يعني تديني مادة كريمي، لأن هي من النشويات. هبدا انزل السمنه هنا بعد السخونيه دي، هتبدا تقول كلمتها بقى ايه في الشوربه بتاعتها. في ناس بيحطوا شويه زيت معاها مش مشكله، بس انا كمان هنا يعني انا هنا الزيت بيخليها ما تتحرقش. نعم. وبيشوح البصله معايا، بس انا هنا عاكس القصه. انا هنا مش السمنه بتاعتي مش تلحق تتحرق. الله، ريحتها وصلت. هاخد الجزر بكميه بقى محترمه، لان هي شوربه جزر اصلا. صحيح. انا عندي هنا الطماطم، انا بسلقها في ميه، او مش بسلقها، بحطها في ميه سخنه لمده 10 او 15 ثانيه، بكون قاطع القشره بتاعتها. هي مجرد ان هي بتغطس، بنسميها بوان كاسي، اللي هي الطريقه اللي بنقشر بيها القشره بتاعه الطماطم. انا كده عشان انا ليه عامل هنا دي كده، عشان انا مش هصفيها، انا في الاخر هعمل ده كله وبالبلندر وبالهاند بلندر. كله كده مع بعضيه. الطماطم مش مقطعها، مش هتفرق معايا، لسبب ان هي هتتهري معايا مع القصه دي، لان انا لسه حالا من المرق وعسيبها تشتغل، وما بتاخدش توابل كتير. انا واحد من الناس، انا من الشيفات اللي ضد التوابل الكتير، يعني بشتغلها في الاكل الهندي اللي بيحتاج، او المكسيكي، الحاجه اللي بتستدعي. لكن انا في اكلي عادي ما بفضلش التوابل كتير. ما فيش داعي. يعني بشتغل عندي شويه المعدة. ملح. هحط ملح خفيف، وهزود بعد كده على حسب الدور. ده الكرات اللي في الحلقه بتاعت امبارح عملناها، الكرات البلدي مش الافرنجي، هنشتغل بيه. هينزل ومش هننزل كتير منه، وهنزل شويه فلفل اسود خفيف. هي مش محتاجه والله توابل يا جماعه، ممكن ما تحطوش فلفل اسود. وهنزل اخر حاجه بالورقه بتاعتي، ورقتين هنا اهوت، ومكعب مرق، هيطعم الدنيا. أنا ورق اللوري بيعمل فرق في الاكل، بيدي طعم تحفه. هو اصلا بيدخل كمان في تتبيلات، يعني ورق اللوري عندي بيدخل كمان في تتبيلات. لاحظت انك تستخدمه كتير. بص حضرتك، اي حاجه زي ورقه اللحمه اللي عملناها قبل كده، اي حاجه في صواني فيها لحمه او فيها حاجه هتاخد وقت في التسويه، اديها ورق لوري. ولو في مرقه
هيديكي مع الحبهان بيشيل بيمتص الزفاره وبيدي طعم للشوربه بتاعتي. الله. فكل ده انا بستفاد منه يعني عشان كده، بس ما ترموش كتير قوي يعني، دايما الحاجات اللي بتدي ورقه او اتنين في الطبخه بالظبط كده. احنا كده يبقى هنعيد تاني، حطينا بصل، حطينا بطاطس عشان تربط، حطينا توم، حطينا ورق لوري والطماطم والجزر اللي هم اساس الشوربه بتاعتي، وهرمي المرقه بتاعتي وهسيبها ايه تعيش مع نفسها. وحطينا الكرات اخر حاجه. انا عامل واحده طبعا مجهزه لحضرتك، سأحطها لك تسخن شويه، هي سخنه بس انا عارف انت بتحبي الحاجه سخنه. اوكي كده ده هايل. اشتغلت دلوقتي الشوربه، نشتغل على الحواوشي. بالظبط كده. سلام على حضرتك. مية مية. نوسع لنفسينا كده. قد ايه جايب في الاخر انا اسف، انا هبديها لما بتتمكسه بديها اللي هي بتبقى بالشكل ده حضراتكم شايفينها كده، دي ده اللي انا كده بعد ما طحنتها هتاخد معايا جبنه السبريد. انا وصفه يعني الافانتي حضرتك سالتيني في الاول، انا عندي السلايز ده للحواوشي، ودي هتنزل معايا هنا مع الكريمه اللباني في الاخر، هسخنها لك بس شويه. اوكي تمام تمام. هتدوب معاها كل دول، هنخليهم على جنب كده، دول خلاص. يعني الفايده هي الطعم، انك تزود السبريد من افانتي بتديني طعم نكهه في الشوربه. ده اللي انا بشغله جديد. في ناس كتير قوي ما تعرفش ان انا لازم ممكن احط جبنه مع الشوربه. انا مش هحط، انا ممكن احط على فكره ممكن احط نوع شيدر تاني هنا ويدوب معايا ويشتغل. اوكي، لكن انا بالنسبه لي الجبنه الكريمي في اي صوصات بتشتغل معايا حلو قوي، صوص بشاميل بتشتغل معايا حلو قوي. في اي صوص كريمي او وايت صوص للمكرونات او الحاجات دي بتشتغل معايا فل. حطينا الانجريدينتس بتاعت الحواوشي بالجبنه. عندي بقى لحمه مفرومه، ده بسيط قوي، ملح وفلفل والبهارات بتاعتنا، بصل مبشور وبقدونس عشان يدي طعم عشان حضرتك كمان بتحبيه، وعندي فلفل حار لان الحواوشي معروف في مصر لازم يكون فلفل حار، بس ده ما فيهوش، ده بتاع حضرتك. يعني ده ما فيهوش، لكن هو هنشغل من هنا في العجينه بتاعتنا فلفل حار، وهنشتغل بقى ايه؟ وهنحط وعيش. والعيش طبعا. النهارده هنعمله بالعيش ده البلدي اللي هو القاهري، لكن ان شاء الله ربنا يكرمنا كده في حلقات تانية هنعمل العجينه ونعمله اسكندراني. الله. احنا عندنا في الشرقيه، نعم، محافظه الشرقيه بلد اسمها العزيزيه، دي مشهوره بالحواوشي، اسمه حواوشي العزيزيه، وده ليه طريقه معينه، وبياخد بصل مكرمل بيبقى مسكر معلقه، كل ده ايه هنعرفه برضو للناس للي ما يعرفش. وتحيه برضو للناس العزيزيه طبعا. انا اصلا من الشرقيه. تحيه لكل اهل الشرقيه. الله يخليك. فهننزل بصل مبشور. اوكي، وادي البقدونس بتاعي. انا عرفت دلوقتي كرمك جاي منين بقى. الله. اوكي، نخليها هنا كده برضو عشان انا هنا هحط ملح. انا ما بحطش ملح كتير في اكلي عامه، يعني هي معلومه برضو ليكم يا جماعه، الشيفات اللي بيشتغلوا مطاعم ما بيحطوش ملح كتير، لان دي المفروض من سمات الشغل بتاعنا. اوكي، وهحط شويه فلفل، الفلفل ده حراق قوي، ما تزودش. لا ما تزودش. على فكره الحواوشي ده مثلا انا ايه، ده نص كيلو لحمه تقريبا ولا ده نص كيلو؟ بالظبط ده نص كيلو. يا جماعه بمناسبه اللحمه، انتوا بتجيبوها ملبسه يعني من وش الفخده او من كولاطه، وبتحطوا الكيلو عليه 200 ل 250 جرام دهن ضاني، ده لو هجيبها كلها عجالي. لو هجيب نص ضاني نص عجالي، لو هجيبها كلها ضاني ما نحطش دهن خالص، ولو هجيبها كلها ضاني من الاحسن ما تحطوش توابل خالص، ملح وبس. تشتغلوا عليها وهتعمل معاكم شغل كويس جدا. انا هنا بقى ببتدي ايه ادخل كل القصه دي وادعك كده واجيب واعمل زي ايه، زي البوكس كده، اضغط كده عشان كله اجيب من هنا ومن هنا ويفرد واروح جايب كده، ده مهم جدا عندي. تمام. اوكي، انا ما خدتش بالي حطيت بصل ولا هو ما بياخدش الحواوشي. حطيت بصل مبشور وحطيت فلفل اسود، وهحط اخر حاجه التوابل بتاعتي. تمام. والله حكايه الحواوشي دي انا كنت عايزه اتعلمها. بسيط جدا، هو السر في اللحمه من الاخر، الحواوشي سره في اللحمه. ادي كوره كبيره اهي، بخش كده وافرد بقى، انيم حته اللحمه معايا كده، ولازم يا جماعه العيش اللي تجيبوه يكون قابل ان هو يتفتح ويساعدكم ما يفتفتش ويبقى طري. بالظبط كده. انا كده دي مش عامل فتحه كده في العيش عشان تدخل منها اللحمه، وهبدا اجيب السلايس بتاعي كده، وده السلايس واحطه كده اكني بفرشه كده. كل رغيف تحط له اتنين؟ طبعا في احجام رغيف اكبر من كده، في الناس بتحب تحط رغيف اكتر من كده، هيبقى ثلاثة على حسب الحجم. نعم. واضغط كده. تمام. اوكي،
اهم حاجه عندي بقى سمنه ارانتي تدهن بيها من بره ومن جوه. الناس اللي خايفه من الدسامه عشان دي اكله دسمه، ممكن نعمل ايه؟ ممكن ان احنا نحط زيت نباتي خفيف. اوكي. الاكله دي للاسف ما ينفعش فيها زيت زيتون. هندهن كده على الرغيف من بره من ناحيتين. ده ممكن يتعمل في طاسه وممكن يتعمل على الجريل. احنا لو معانا وقت هنعمل التاني. مش في الفرن. لا ممكن في الفرن، ممكن الفه بورق زبده الومنيوم واحطه في الفرن، لكن ده كده هحطه زي ما هو كده. انا عندي نار هاديه هنا هعليها شويه، وده ايه مش هياخد مني 5 دقائق 10، ما فيش 5 دقائق. طب واللحمه اللي جوه لسه هتستوي وهتبقى ويل دان كمان، لان البصله بتاكل في اللحمه، الدهن بياكل في اللحمه، وبيبقى عامل ان هو مع التوابل اللي حضرتك حطيتيها كل ده عامل بيخلي اللحمه تستوي. واصلا اللحمه المفرومه لما بتتفرم قاعده عامه ما بتاخدش وقت في السوى. اوكي، احنا كده هنشتغل ايه اخر حاجه، نصب الشوربه بتاعتي. انا عايزك بس ايه واحنا شغالين، ده مش حراق. شيف طبعا حدوق ودايما ما شاء الله بتعمل حاجات حلوه. انا لما اكون ست بيت وعايزه احط لحمه مفرومه احطها في الفريزر اطلعها قبل قد ايه عشان دي معلومه كويسه؟ اولا اللحمه المفرومه برضو عشان حضرتك تبقي عارفه، لو جمدتيها وفكتيها ما تجمديهاش تاني. يا جماعه اللحمه المفرومه اخطر حاجه في انواع اللحوم، وهي اكتر حاجه بتلم بكتيريا، فاحنا لازم بنحافظ عليها. يعني حتى وزارات الصحه والناس دي في المطاعم لما بيلاقوا لحمه مفرومه بايته في الثلاجات بيرموها ويحطوا عليها كلور عشان يضمنوا ان انت مش هتستخدمها تاني. للناس انا اسف يعني ممكن انا حطيت الجبنه. الله، ايه الحواوشي بالجبنه ده؟ حلو قوي ده بجد بدون مجامله، عشان مش بجامل. انا عارف حضرتك اصلا ما بتجامليش. على فكره اول مره باكلها بالجبنه كده. لا لا ده تحفه، ده خلاص بقى حاجه عالميه في محلات الحواوشي. هنحط بقى اخر حاجه الكريمه اللباني شويه هنا كده، والباقي هيكون في البوله بتاعتي. انا مش هغرف لحضرتك كتير عشان الجمهور يبقى عارف هي دي جاهزه، فهو عشان كده اللي احنا عملناها بقت كده. انما الحله الثانيه هي بتجهز على راحتها الشوربه الثانيه. انا عشان الوقت، انا كنت ممكن هي الوقت. ما بتاخدش وقت برضه دي برضو ما تحطش. انا ما بحبش قوي. خلاص دوقي من هنا. عارف ليه؟ ودوقي من هنا. انت بتحب تعمل اشكال ونكهات. لا بس هو انا هي لازم عشان هي كريمي. لان هي الشوربات انواع، يا اما تبقى قطع يا اما تبقى متمكسيه وكريمي. ريحه الشوربه بالسمنه بتاعتي جنب حضرتك يا جماعه حلو قوي. حلو قوي. القصه دي بقى معايا انا ممكن اعملها في طاسه. هنقل ده هنا كده. الرغيف اخباره ايه؟ ده هيستوي مع نفسه. انا بقى هنقل الناحيه دي، نخلي دي هنا مع نفسها، ونجيب طاسه على نار عاليه كده عشان نشغل ايه الحواوشي. شغال اهو، ده هيشتغل معايا وهيبتدي ايه يتفاعل، ومش محتاج اي حاجه يا جماعه، هيبدا يتحمر. محتاج تقليب كتير. ليه تقليب كتير؟ عشان العيش ما ينشفش ويستوي مني واللحمه لسه ما استوتش. أوكي. الجمهور دلوقتي بيقول يا بختك كم مدلين قاعده تاكلي. هو هنا النار هاديه، ده الجريل ده هيبقى تحفه بالنسبه لي، واللحمه كتله برضو مش زي محلات. يعني انا النهارده جايب نص كيلو اقدر اعمل بيه 4 ترغفة، وكلنا عارفين الاسعار الحواوشي في في, في في السوق بتبقى عامله ازاي. صحيح. باقل تكلفه انا بشتغل وبعرف الناس ان انا ممكن اعمل القصه دي. انا هنا عملت الرغيف ده وابدا هنا يبدا يتفاعل معايا، ويبدا هنا العيش لو حضرتكم تشوفوا هيبدا ايه ياخد اللون الذهبي. العيش لما ياخد اللون الذهبي معايا هيبدا خلاص، يبقى انا كده بيدخل الصهد بتاع الحراره للحمه، فتبدا القصه دي كلها. انا عقبال بقى طبعا ما اسوي ده، انا بالنسبه لي يعني وريته لحضرتك وريت المشاهدين كل حاجه وكل الخطوات بابسط الامور. انا النهارده هبدا اعمل دي هنا اهو. تم مكافئتي بشيف معتز مع جبنه افانتي بحواوشي مصري وبشربة جزر. أشكرك جدا. أنا اللي بشكر حضرتك دايما. بسرعة أزف كده حقيقي. تسلم صح. إيديك. أصناف حلوة بتحلي الأكل. النهاردة كان يوم استثنائي، كان احتفاء واحتفال بنصر أكتوبر، ونقول كلنا تحيا مصر. تحيا مصر.